اهم ما يميزهم هو السرعه، السرعه والانطلاقات، ده اهم ما يميز الاثنين اللي موجودين على الطرف. ما عندهمش البلاي ميكر اللي يقدر يمسك الكوره وينقل من رجل لرجل. طب تيجي نكمل طارق يحيى الاول ونكمل كلامنا بعد كده. كابتن طارق يحيى المدير الفني نادي سموحه، اهلا وسهلا بيك يا كابتن. اهلا بيك يا ميدو، ازيك يا حبيبي ومنورين، والكباتن الكبار اللي معاك منورين يا حبيبي. والله يا كابتن احنا كلنا قلبنا معاك، لسه بنتكلم على سوء الحظ الفظيع بصراحه اللي بيلازمك، حتى بنتكلم على ايام ما كنت في بتروجيت بتعمل ماتشات كبيره جدا وبتعمل اقناع كمان للجمهور بيتفرج عليك، لكن سوء حظ انا مش عارف اقول لك ايه بصراحه. والله بيدو الحمد لله، يعني نقول الحمد لله والشكر على كل حال. يعني المباراه طبعا بتاعتنا من اول دقيقه لاخر دقيقه الحقيقه، اخر دقيقه من الوقت اللي هو محتسب بدل ضائع. طبعا بناهيك ان هو الراجل قال خمس دقائق ونهى المباراة في الدقيقة ستة وشوية، يعني الدقيقة ستة وشوية. يعني أنا أعرف إن المباراة الوقت بيمتد في حالات نادرة زي ضربة جزاء، لكن دي ضربة ركنية. والوقت كان عدى بدقيقة وشوية يعني. للأسف الشديد الكرة اترفعت وجت جول. لكن عزائنا الوحيد هو الأداء الجيد للولاد طول ال 90 دقيقة و 96 دقيقة. الكرة الأخيرة بس هي اللي يعني ما كناش مضغوطين فيها، لكن احنا كنا أفضل، كنا أحسن، انتشارنا كان جيد جدا، قدرنا إن احنا نتعامل مع مفاتيح لعب نادي الاتحاد السكندري بشكل كويس. وفي نفس الوقت تنينا خطورة، احنا مضيعين أكثر من ثلاث أربع أهداف، يعني مش عايز أقول لك هو جول يعني الحقيقة. الشوط الأول طبعا محمود السيد، الشوط الثاني محمود منصور، يامادو لما نزل، حسام حسن، حمدي زكي، لا جوان كتير جدا الحقيقة بعد النهارده. كنا أفضل من الاتحاد بكتير، لكن هي دي كرة القدم، طالما بتضيع هتستقبل. ويعني بعيد بس على الولاد عدم تركيزهم في الثانية الأخيرة، يعني دي الثانية الأخيرة، يعني لو الراجل طفر وكرة في الهواء مش داخلة. لكن بنقول الحمد لله يعني اداء سموحه اختلف عن الفتره اللي فاتت بكثير، ادائنا الحمد لله بقى افضل، احسن بتلعب الاتحاد السكندري وهو منتشي بفوزين ورا بعض، ضربات الجزاء علينا في الكاس وقبليها الزمالك، فطبعا عنده ثقه كبيره جدا غيرنا احنا واخدين الفرقه بعد ثلاث تعادلات في الدوري الممتاز ثم خساره بتروجيت. لكن بنقول الحمد لله والشكر لله، الاداء ان شاء الله بيتحسن بيتطور، عندنا مجموعه من اللعيبه كويسه، عايزين ثقه بس شويه، وان شاء الله الفتره اللي جايه نقدر نعالج الاخطاء اللي حصلت النهارده، ولو انها قليله جدا جدا بالنسبه ان انت بتلعب الاتحاد السكندري في اسكندريه برضو فرقه كبيره وفرقه كويسه مع جهاز فني محترم، لكن احنا تعاملنا مع المباراه بشكل جيد وقدرنا ان احنا نكون الافضل طوال ال 96 دقيقه، لولا طبعا هدف التعادل اللي جه، لكن كنا نطمع ان احنا ناخد 3 بونت كان هيفرقوا معانا جامد جدا. اكيد يا كابتن. نقدر لو مش عارف يعني. الحمد لله طبعا على كل شيء، انا عارف ان حضرتك شخصيه قويه جدا وصلبه بتعرف تقوم بسرعه، لكن الاصعب من ده كله يا كابتن طارق ان انت تكلم اللعيبه وترجعهم تاني بعد سوء الحظ اللي بيقابلهم، بتقابل الكلام ده ازاي؟ والله يا ميدو بالكلام زي ما انت قلت والثقه ويتفرجوا على الماتش، يعني يعني اي مباراه احنا بنلعبها بنقعد مع بعضينا بنتفرج على الملخص بتاعها ووريهم السيطره اللي كانت موجوده، منها بترجع الثقه ليهم ان هم فرقه كويسه ولاعيبه كويسه. يعني المشكله كلها ميدو ان انت يعني ما بتبقاش الامور بايدك لوحدك انت بس، لا يعني في عوامل خارجيه تانية بتساعد على التعادل او المكسب او الخساره، فبالتالي بتقول لهم هذه المعلومات اللي بيها ترجع بيها ثقتهم، وهي الثقه مش مفقوده قوي، لكن انت بتتكلم على احساس اللاعب بالظلم، احساس اللاعب بالظلم ده احساس انت بتاخد وقت شويه عقبال ما تخرجه منه، لان انت بتبقى افضل، بتبقى احسن، بتبقى كسبان، وبعدين بيجي عوامل خارجيه اخرى بتخليك تخسر بونتين او ثلاثه بونت. لكن هو عموما قدرنا نحط ايدينا على مواطن الضعف في فرقه سموحه، وان شاء الله في يناير هيتم التدعيم بشكل مميز. انا كنت اسالك السؤال ده حالا دلوقتي، وان شاء الله باذن الله الفتره اللي جايه هتلاقي فيه اداء افضل ان شاء الله واداء احسن لسموحه، اضافه لان انا بقالي بالظبط حوالي 20 يوم بس فقط مع الفريق، لعبنا فيهم ثلاث مباريات، مباراتين اتعادلنا فيهم ومباراه خسرنا فيهم، مباراتين مباراه الكاس ومباراه النهارده، ولو ان احنا خسرنا بضربات الجزاء بس خلاص الوقت الاصلي والاضافي كمان انتهى بالتعادل، لكن ضربات الجزاء دي انت عارف انها ما بتبقاش يعني انت ليك يد فيها قوي، لكن هي توفيق من اللاعب، وفي نفس الوقت
20 يوم ما تقدرش تصحح كل حاجة في الدين. احنا صححنا حاجات كتير. اولا ثبتنا التشكيل وده ما كانش موجود قبل كده، كان في معاناة شوية في حتة تثبيت التشكيل. ثبتنا التشكيل اللي حد كبير، مفيش غير ياسر ابراهيم بس الاصابة النهاردة غاب، لكن كل الناس كانت موجودة، تغيير واحد فقط اللي حصل او اثنين بالكتير، وده راجع لإصابات، لان احنا لعبنا 120 دقيقة من اربع ايام، فكان لازم اريح بعض اللعيبة، فما ريحناش حد كتير غير هو لاعب واحد وإصابة ياسر إبراهيم. فده بيدي برضو هارموني شوية، بيدي انسجام شوية، بيدي استقرار شوية للتيم، وإن شاء الله الفترة اللي جاية يحصل استقرار أكثر بإذن الله، والأداء يتطور أحسن من كده، والنتائج بقى تيجي إن شاء الله. أكيد يا كابتن، أكيد هو سوء الحظ يعني ما بيقعدش كتير، إن شاء الله تكسر سوء الحظ ده. يعني يا كابتن كنت أسألك على الصفقات يناير، حضرتك قلت لي إن شاء الله في صفقات، لكن في صفقات تمت بالفعل؟ يعني تمت بالفعل؟ مش هقول لك هتجيب مين. لا، في ان شاء الله باذن الله في صفقات تمت بالفعل، وان شاء الله باذن الله هيعلن عنها المهندس فرج عامر في وقتها ان شاء الله، يعني في نص يعني في اخر الشهر بتاع 12 ده اللي احنا فيه. عادي زي اي تيم بيجدد فرقته او بيدعم فرقته. الصفقات الحمد لله قدرنا ننجح بشكل كبير جدا في استقطاب مجموعه، احنا عايزين خمسه لعيبه فقط، خمس اماكن، والحمد لله بفضل الله استقرينا عليهم بشكل كبير. يعني في اثنين خلصوا، وفي ان شاء الله في الطريق اثنين كمان. في حد من فيتا كلوب يا كابتن طارق كان سموحه خلصوا بالفعل؟ لسه والله يا ابيدي، لسه الكلام ده كله يعني في اطار المفاوضات، لكن احنا اوريدي خلاص الحمد لله تعاقدنا مع اثنين لعيبه، مش هيعلن عنهم غير باذن الله لما يخلص شهر 12، ونبدا في شهر واحد بقى ان شاء الله باذن الله مع التدعيمات اللي هنقدر ان احنا نجيبها لسموحه في الاماكن اللي احنا محتاجينها، مش عايزين نزروت الدنيا يعني. هي اربع خمس اماكن بكثير هنقدر نحن ان شاء الله باذن الله ان احنا يعني لك ان تتخيل مثلا ما عندكش غير باك ليفت واحد، ما عندكش غير حارس مرمى واحد دلوقتي. يعني انت الولد اللي لعب 17 سنه ماتش اتحاد في كاس مصر ادى اداء جيد، طبعا ضربات الجزاء ده لا ما اقدرش الومه عليها، ده 17 سنه تمام، اتكلم في مواليد 99 يعني، ولد لسه اول مره يلعب مباراه رسميه في فريق سموحه الاول، ومع ذلك أدى كويس، لكن ضربات الجزاء طبعا دي خبرات، في فرق كبير ما بين لاعب عنده خبرات كبيرة ولاعب لسه أول مباراة في حياته ويتصدق ويبقى فيها ضربات جزاء، فدي برضو نقطة لابد إن احنا نبص لها كتير، أكيد ونبص لها كجهاز فني وإدارة نادي إن شاء الله، وإحنا عاملين الكلام ده كله مع المهندس فرج إن شاء الله ومجلس إدارته، وان شاء الله نقدر ندعم الفريق بشكل كويس في يناير باذن الله. ان شاء الله باذن الله. مش عايزك تزعل يا كابتن طارق، وان شاء الله انت عارف الدنيا بتمشي يعني، والكوره اكيد حضرتك طبعا ياما وقعنا وقمنا، فما تزعلش، وان شاء الله ادائك بيشفع لكل الاخطاء الفرديه اللي عندك، وان شاء الله في يناير تدعم وترجع تاني، ترجع زي الاول بسموحه باذن الله. كابتن طارق الحقيقه انا موافق معاك ان في الثقه موجوده، وانت الشوط الاولاني مضيع جونين محققين في الدقيقه، محمود سيد وميد اوكي، الحقيقه جونين ما يضيعوش ابدا. قبل ما تجيب الجون برضه في الدقيقه 5 من الشوط الثاني، وميد اوكي الكره بالعرض لو لحقها كان هيبقى هدف اكيد. لما نيجي نبص على الاتحاد السكندري ما ضيعش ولا هدف الا الكره اللي جت فيه الجون، فالثقه موجوده، محتاج بس شويه توفيق بس ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله تكسب ماتش كده والدنيا هتمشي معاك ان شاء الله يا كابتن طارق. ان شاء الله يا كابتن ابراهيم، ما تحرمش منك كابتن. او اذبح بقى يا كابتن طارق، انا عايز اقول لك كده، عايز اطلعك من الجو اللي انت فيه ده، اذبح بقى اي حاجه بقى. والله لا والله انا الحمد لله كويس وراضي بقضاء الله يعني الحمد لله. احنا كنا نطمع للثلاثه بونت مع الاداء الجيد ده، هيفرق مع الاولاد جامد. انت تتخيل ان انت بتعمل اداء عالي زي ما قال الكابتن ابراهيم، وانت قلت والكباتن في الاستوديو قالوا دلوقتي، بتعمل اداء عالي وبتكسب، ده بيديك ثقه كبيره جدا. بالظبط، بيديك ثقه في نفسك كبيره. بالظبط، صحيح احنا خسرنا بنطين، لكن احنا كسبنا النهارده لعيبه، كسبنا تيم محترم، كسبنا لعيبه كويسه، كسبنا الحمد لله الروح اللي موجوده اللي دابت في سموحه من جديد، كسبنا الضغط في نص الملعب بشكل كبير، كسبنا حاجات كتيره جدا طبعا بنقولها بينا وبين بعضينا، لكن هي طبعا النتيجه ما جاتش على زي ما احنا عايزين، لكن بنقول الحمد لله والشكر على كل حال، قدر الله وما شاء فعل. ان شاء الله كابتن، ربنا اكيد شايل لك الخير، شكرا جدا ليك، وما تزعلش، وان شاء الله نشوفك في الدور الثاني اقوى من كده بكتير باذن الله. كابتن طارق يحيى المدير الفني لسموحه، شكرا جدا على